يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوم عاشوراء هل يجوز إفراده بالصيام؟ هل يجوز إفراده بالصيام؟ هذا أقل شيء، أقل شيء أنه يصوم يوم عاشوراء، والسنة أن يصوم يوما قبله خلف لليهود، وإن فات اليوم الذي قبله يصوم يوم بعده مخالفة لليهود. نعم. يقول حفظك الله، وهل ورد أنه يصام يوم قبله ويوم بعده؟ صح، هذا في الصحيح، صوم يوم قبله هذا في الصحيح، ما يوم بعده الرواية فيها إشكال، ولكن من فاته الصوم قبله يصوم يوم بعده. نعم.